يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحديث الضعيف الذي لم يعلم أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا روي في الترغيب والترهيب هل يشترط عند ذكره أن يبين ضعفه حتى لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم شرطوا فيه شروط، أولاً أنه ما يروى بصيغة الجزم، وإنما يقال ورد أو يروى عن النبي بصيغة التمريض، ما تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تقول روي عن الرسول، روي أو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. الأمر الثاني أنه لا يكون في التحليل والتحريم، فلا يبنى عليه حكم شرعي. الأمر الثالث ألا يعلم أنه كذب، هذه شروط شروط ذكر الحديث الضعيف، ألا يجزم بنسبته إلى الرسول، ألا يبنى عليه حكم شرعي من تحليل أو تحريم، ألا يكون مما علم أنه موضوع. نعم.